إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. الشخص اللي عنده الفيروس الكبدي بي بيحتاج للعلاج بالعقاقير المضادة لفيروس بي لو عليت عنده كمية فيروس بي في الدم وصلت لأعلى من 2000 وحدة عالمية، ولازم كمان يكون عنده الفيروس ده عامل التهاب في الكبد. ده بيظهر في التحاليل في صورة ارتفاع في إنزيمات الكبد. لو توفر الشرطين دول، كمية الفيروس أعلى من 2000 وإنزيمات الكبد عالية، الشخص ده لازم يبدأ ياخد علاج لفيروس بي. لكن لو حد عنده واحد من الشرطين دول موجود والتاني لأ، يبقى مش هينفع نقرر له بداية العلاج إلا لما نعمل عينة من الكبد علشان نقدر نفحص نسيج الكبد كويس ونشوف هل نسيج الكبد تأثر من الفيروس ولا لأ، وبناء عليها بنحدد هنبدأ علاج لفيروس بي ولا لسه. فاصل وهنقول لكم معلومة جديدة. أي مريض تناول علاج فيروس سي وربنا كرمه بالشفاء من هذا الفيروس لازم يتابع فيروس سي مدى الحياة، يتابع وظائف الكبد مدى الحياة، خاصة لو عنده نسبة تليف في الكبد. ليه؟ لأن الفيروس فعلا راح، فيروس سي بيكون اختفى فعلا من الدم، لكن ممكن يكون ساب نسبة تليف في الكبد. النسبة دي ممكن تعمل مضاعفات بعد كده، اللي أخطرها إن ممكن يعمل أورام بالكبد في المستقبل. علشان كده أي مريض أنهى علاج فيروس سي وكان عنده نسبة تليف في الكبد حتى ولو صغيرة لازم يتابع مدى الحياة كل 6 شهور على الأقل بموجات صوتية على البطن، وظائف كبد كاملة، وتحليل ألفا فيتو بروتين علشان يقدر يتبين أي بؤرة تتكون في الكبد في بدايتها ويقدر يتخلص منها قبل ما تزيد عنده. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.